بداية ما شتت في أهم ما جاء في عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم والتي تناول معظمها، وفي منشتاتها الرئيسة تفاصيل مقتل مسؤول محلي بنهر النيل رميا بالرصاص أمام محلية الدامر. صحيفة التيار انفردت بمنشت رئيس جاء فيه نذر مواجهة بالشيوعي والجزولي يرد بعنف على الخطيب. ومن منشتات صحيفة الصيحة الرئيسة نقرأ المالية إجراءات جديدة للسيطرة على سعر الصرف. وإلى صحيفة أخبار اليوم وفيها نقرأ العنوان الثاني الأمانة العامة للحوار الوطني تنفي ما تردد حول إقصاء حركات مسلحة من المشاركة في المؤتمر العام. ومن صحيفة الوطن نقرأ عنوان رئيس السجن والغرامة في مواجهة نقابي بولاية الخرطوم. وفي صفحة المجهر السياسية الأولى والتي انفردت بعنوان الرئيس يقول مجلس المهن الطبية يحاسب طبيبا تأخر عن علاج طفلة. وفي صحيفة اليوم التالي أوردت في عنوان رئيس الصحة رفع الحظر عن أجهزة علاج السرطان مجرد كلام. وصحيفة الانتباه انفردت بمنشأة رئيس جاء في قصف مدفعي عنيف على ملكان. وخبر مفرح جاء في عنوان الرئيس في صحيفة الرأي العام المالية زيادة في أجور العاملين بالموازنة المقبلة. مباشرة إلى صحيفة السوداني والتي نقرأ في عنوانها الرئيس سمية أكد تقول زيادة ميزانية الصحة إلى 15% العام القادم. وإلى صحيفة آخر لحظة والتي أوردت في عنوان ثان الصحة الأطباء خالفوا القسم بتنفيذهم الإضراب. ومن صحيفة المستقلة نقرأ العنوان الرئيس أبو القاسم إمام هدفنا إيقاف الحرب وعلى الحكومة ترك التعالي. ونطالع عناوين الصحف الرياضية مشاهدين الكرام ونبدأها بصحيفة جون الرياضية ونقرأ المنشيت الرئيس الذي جاء فيه في مباراة الأجوان والبومبان الهلال يبهدل المريخ بالصغار ويثير الرعب في الكبار. ومن صحيفة الصدى نطالع المنشيت الرئيس والذي يقول القمة في مهب الريح بسبب تجاهل الاتحاد لطلب المريخ. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن ثم ننتقل بعده إلى أهم الأخبار التي جاءت في الصفحات الداخلية لهذه الصحف. دعونا الآن نتصفح وإياكم الصفحات الداخلية ونبدأها بصحيفة آخر لحظة وفي الصفحة الثالثة نقرأ زيارة الرئيس لروسيا أكثر من رسالة، هذا تقرير أعدته أحلام الطيب. وفي صفحات السوداني الداخلية وفي الصفحة الرابعة نقرأ مشروع الجزيرة حالة عطش عام والمزارعون راجين الري تحقيق أجراه عمران الجميعابي. ومباشرة إلى الصفحة 11 بصحيفة الرأي العام ونقرأ عناوين الاقتصاد والتي جاء فيها حصر المواعين الإيرادية بمحلية أم بدة، الخرطوم تقر سياسات جديدة لاستدامة خدمة النظافة، اللجنة العليا للمعيشة مصفوفة لتخفيف أعباء المواطن في العام المقبل، والنائب الأول يخاطب المؤتمر التاسع لفروع بنك السودان المركزي، مساع لتغطية 70% من احتياجات البلاد من القمح، والدخيري يدعو لتقليل هدر الأغذية وزيادة الإنتاج والإنتاجية. ومن المجهر السياسي وفي الصفحة الخامسة ننقل لكم عناوين أخبار الحوادث. إفادات جديدة في قضية القساوسة والتشيكي المتهمين بالتجسس، رجل يقتل صديقه بصفعة تؤدي إلى فصل رقبته، وشرطة مدومبان تحقق حول قتل الشاب على شاطئ النيل، سجين يشنق نفسه داخل سجن القضارف. ومن الصحافة وفي الصفحة العاشرة نقرأ عناوين الرياضة المحلية، الهلال والمريخ يتواجهان بشيخ الاستادات في لقاء لا أثر لنتيجته على المواقف، وجماهير المريخ ترفض التعاقد مع محمد عبد الرحمن، بيشا يبحث عن هدفه الخامس في شباك المريخ اليوم. كل تأكيد اليوم هو ديربي القمة السوداني بين الهلال والمريخ، وأول المريخ والهلال، ونتمنى التوفيق لكلا الفريقين، ويمكن فعلا النتيجة لن تؤثر على موقف الفرق من روليت الدوري حيث
تصدر الهلال وفاز بكأس الدوري الممتاز لهذا العام. مبروك للهلال. إذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام وننتقل بعده إلى أعمدة الرأي والمقالات. نجول معكم الآن في أعمدة الرأي والمقالات ونبدأها مع الكاتبة الصحفية الأستاذة منى أبو زيد في زاويتها الراتبة تحت عنوان هناك فرق والتي تنشر بصحيفة آخر لحظة والتي اختارت لها عنوان اليوم واجبات غير مدرسية. وكتبت الأستاذة منى أبو زيد في عمودها لليوم حول القصة التي نشرتها صحيفة الجريدة والتي تحكي تفاصيل إرسال معلمة تلاميذها في المرحلة الابتدائية لتجهيز احتياجات الفطور للمعلمات من خلط للطماطم ودقل الشطة في منازل الحي. وكنا قد قرأنا عمود الأستاذ سهير عبد الرحيم قبل حلقتين وعادت الأستاذ سهير وكتبت عن الموضوع اليوم، وكتبت الأستاذ منى اليوم أيضا والتكرار من جانبهما ومن جانبنا أيضا في تناول ذات الموضوع فرضته أهمية هذه القضية. دعونا الآن مشاهدينا الكرام ندلف مباشرة إلى ما كتبته منى أبو زيد في مقدمتها. إصلاح نظام التعليم كان أساس النهضة في ماليزيا، وهذه مقولة لمهاتير محمد، وحكت قصة طفل في سويسرا قطف وردا من الشارع والتقط مصور هذه الصورة وقام بنشرها في الصحف المحلية، الأمر الذي جعل وزير التربية والتعليم هناك محاطا باتهامات من الشعب بعد أن تحولت القصة إلى قضية رأي عام ووبخته الصحافة على مناهج وزارتها التي فشلت في تعليم الأطفال قيمة حياة الوردة، فبادر وزير التربية إلى الاستقالة ثم عادت لتحكي ذات القصة بموضوع الحديث وعلقت عليها بالتساؤل التالي: لماذا حققت دولة صغيرة مثل سنغافورة كل تلك الإنجازات الهائلة؟ وأجابت قائلة: لأنها ببساطة تمكنت من تطوير نظامها التعليمي ونجحت في تكوين كفاءات وخبرات ساهمت في بناء اقتصاد دولة، فهم حكامها أنها لا تملك أي موارد طبيعية تساعدها على النمو الاقتصادي المنشود فاختاروا تنمية الإنسان. وختمت في عمودها قائلة: هذا هو المفروض، فحضارة الإنسان شجرة وعي والعدالة الاجتماعية أهم عناصرها أو عناصر تمثيلها الضوئي، فهل من مدكر؟ الآن إلى صحيفة التيار ونتابع ما كتبته شبائل النور في زاويتها العصب السابع، وكتبت تحت عنوان برلمان مهان: غاب وزراء القطاع الاقتصادي عن جلسة استماع بالبرلمان مخصصة لمعاش الناس، نواب البرلمان غضبوا وثاروا واعتبروا الغياب إهانة للبرلمان. في شهر يوليو الماضي صدر توجيه رئاسي لكل الوزراء بالالتزام بكل استدعاءات وطلبات الجهاز التشريعي، ويبدو أن التوجيه الرئاسي لا يعدو أن يكون توجيها والسلام. وعلقت على الغياب بأنه عدم مبالاة من الوزراء في التعامل مع البرلمان لأنهم يعتبرونه فاقد الشرعية وليس حقيقيا ولا يمثل رأي الشعب. وقالت أيضا: إن البرلمان الذي يشتكي من غياب الوزراء عليه أن يذهب فورا. وذكرت عددا من الحوادث السابقة مثل ضربة مصنع الشفاء في العام 2012 عندما رفض وزير الدفاع وقتها المثول أمام البرلمان متعذرا بانشغاله بمتابعة المعركة، فذهبت إليه لجنة مصغرة ليرد على المساءلة المستعجلة. وكذا حدث أيضا مع المتعافي إبان قضية التقاوي. وقالت أيضا: النواب الغاضبون عليهم أن يدركوا أن الأمر ليس بهذه الدرجة من الجدية، متهمة البرلمان بأنه يجيد فقط التصفيق لقرارات الحكومة. الآن إلى أخيرة صحيفة الرأي العام، ومنها نتابع إشارات راشد عبد الرحيم تحت عنوان زيارة روسيا. وكتب: أعلن وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور أن رئيس الجمهورية سيزور روسيا قبل نهاية العام الحالي، وأوضح أنه سيبحث العلاقات المشتركة والتنسيق في المحافل، وأشار إلى أن العبارة بين القوسين اللي هي العلاقات المشتركة والتنسيق في المحافل الدولية هي العبارة المألوفة في الزيارات الرسمية لكبار رجال الدولة لتجنب تقديم معلومات تصف الذي سيجري. وأشار إلى أنه لا يوجد أثر ناتج عن علاقة السودان بالولايات المتحدة عدا طريق مهترئ قديم يسمى طريق المعونة الذي تم إنشاؤه ليس رأفة بأهل السودان وإنما لتتقي خطوات الاتحاد السوفيتي. وقال إن المعونة الأمريكية تنطلق من مفهوم الشراء المباشر للمواقف. وقال أيضا إن الناظر في الفضاء السوداني سيجد الكثير من المرافق والمؤسسات التي قدمها الاتحاد السوفيتي سابقا من مستشفيات ومصانع، ووصفها بالصنو القوي للولايات المتحدة
وهي دولة قادرة لها منتجات وصناعات تلبي حاجة السودان. وختم قائلا: روسيا دولة قوية وقادرة، ويمكن أن نفتح معها في أو ننفتح معها في علاقات بلا حدود، وروسيا اليوم في تهوم وحدود مع العالم الإسلامي، ما يجعل علاقتها مع السودان نافعة ومهمة واستراتيجية. الآن إلى أخيرة صحيفة الصحافة، ونقرأ زاوية صدى للكاتبة الصحفية آمال عباس، والتي اختارت لها اليوم عنوان: الجوع والإنتاج. وكتبت: مهما كثرت التعليقات وتداخلت التساؤلات، تبقى الحقيقة ناصعة البياض، وهي أن مشكلة الجوع مشكلة سياسية اجتماعية قديمة قدم البشرية. ومنذ أن عرف الإنسان الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، عندما كان السيد الإقطاعي والرأسمالي، وكانت موارد الأرض كثيرة والطعام يزيد عن حاجة الإنسان، ولكن مع ذلك هناك الفقراء والمستعبدون أيضا من سكانها الذين يموتون من الجوع، بينما كان البعض ممن يملكون أو يمرضون ويموتون من التخمة تماما، كما يحدث الآن في أيامنا هذه. وترى عباس أن حل المشكلة أو مشكلة الجوع من على وجه الأرض لا يتوقف على الاكتشافات العلمية والأبحاث والبحث عن مصادر جديدة للطعام، وإنما هو معلق بالدرجة الأولى على حل مشكلة العلاقات الإنتاجية التي تؤدي إلى تكديس الثروة في أيدي قلة تشبع حتى تمرض، وتموت وتنعدم هذه الثروة من يد الأغلبية حتى تجوع وتموت. وتختم زاويتها بالقول: نحن إحدى هذه الدول، ولدينا الموارد الطبيعية كلها، ولدينا الإنسان، وكلنا دخلنا هذه الدائرة، دائرة الموت جوعا والموت تخمة. يا ترى هل هذه الحقيقة كانت واضحة عند أحزاب الحوار الوطني، الأحزاب التي زاد عددها حتى قارب 100؟ وهذا في حد ذاته محقة ألم. ألم يقل أهلنا الكتن محقة؟ وأتمنى أن تشمخ قيمة القرارات والتوصيات أمام الاهتمامات الصغيرة والبحث عن المواقع والامتيازات. كانت هذه أهم أعمدة الرأي والمقالات التي جاءت في صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم. دعونا الآن وإياكم ويصحبنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس لنحلل ونناقش أهم القضايا التي جاءت في هذه الصحف بعد قليل. اهلا ومرحبا بكم بالجديد مشاهدينا الكرام، وارحب بضيف داخل الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ عبد المنعم ابو ادريس. مرحبا بك استاذ عبد المنعم. مرحبا بك حسام، مرحبا بمشاهدي السودانية 24. كل يوم عدد من المواضيع الساخنه سنناقشها ونحللها اليوم باذن الله. اتمنى ان نكون مفيدين لمشاهدي القناه. طيب، نبدا مباشره من صحيفه الصيحه، ومنها نقرا: الماليه اجراءات جديده للسيطره على سعر الصرف. أعلن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن درار عن إجراءات جديدة تنتهجها وزارته لكبح جماح سعر العملات الأجنبية في مقابل الجنيه، بتوسعة سلة العملات الأجنبية التي يتعامل بها السودان، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، كاشفا عن بداية تصدير الزيوت والأنباز للأسواق الأوروبية منذ 3 أسابيع لارتفاع الطلب عليهما. ما أن يمضي أسبوع حتى تعلن الوزارة عن إجراءات جديدة للسيطرة على سعر الصرف، وذلك دون تحقيق أي تقدم. أنا أعتقد أن التصريح الذي صدر من وزير الدولة للمالية الجزء الأخير منه هو كلمة السر، عندما قال أن هناك إجراءات تصدير الزيوت والأنباز كأعلاف قبل 3 أسابيع. زيادة صادرات السودان هو كلمة السر في تحسن قيمة العملة. العملة هي مؤشر للوضع الاقتصادي في البلاد، أي محاولة لتحسين العملة عبر الإجراءات الإدارية ستظل محاولة محدودة ولن تستطيع أن تحل الأزمة حلا نهائيا. الأزمة الحل النهائي أن يكون لدينا إنتاج وأن يكون لدينا صادرات على أقل تقدير. إن لم يحدث توازن كامل في الميزان التجاري ما بين الصادرات والواردات، يكون الميزان التجاري هناك تقارب ما بين الصادرات والواردات، لكن إذا ظل الوضع على هذه الحالة أن الصادرات تمثل الواردات تمثل 3 أضعاف الصادرات، لن تتحسن العملة بأي إجراءات إدارية. وحتى لو حدث إجراءات إدارية وهذه الإجراءات الإدارية أدت إلى تحسن، سيظل تحسن طاري لفترة محدودة سرعان ما يزول. لذلك كلمة السر في زيادة صادراتنا، في زيادة إنتاجنا، في أننا
تكون لدينا خطة واضحة فإننا ماذا نريد أن نصدر وإلى أين نريد أن نصدره حتى نستطيع أن نحسن من وضعنا الاقتصادي. وهو ممكن تحسين وضع الاقتصادي خصوصا ممكن في الحديث وزير الدولة بالمالية اللي هو تصدير الزيوت الأنباز، يعني يأتي بتحسين الوضع الزراعي في السودان. يمكن نحن عندنا موضوع عندنا حنتكلم فيه اللي هو اتحاد المهندسين وعشرة آلاف مهندس زراعي عاطل، سيكون أحد المواضيع اللي سنناقشها. لكن أين دعم الدولة للزراعة؟ الوضع السوداني، إذا نظرنا للسودان أن هناك بالتقديرات أن هناك أكثر من 70% من مواطني السودان يعملون في القطاع الزراعي بمعناه الواسع، الزراعة والثروة الحيوانية، وأن السودان ما لديه من موارد من أرض ومن مياه ومن مناخات يمكن أن تزرع العديد من المحاصيل، يجعل أن هذه البلاد هي بلاد زراعية بامتياز. لكن للأسف على مستوى التخطيط ليس هناك اهتمام كبير بالزراعة، باعتبار قد يكون المخطط الاقتصادي في عجلة من أمره يريد أن يحصل على موارد سريعة، لأن الاستثمار في الزراعة استثمار طويل يمتد لما بين 10 إلى 5 سنوات. لكن تظل الزراعة هي كلمة السر التي يمكن أن تحل أزمة السودان، يمكن أن تحسن أوضاع 70% من سكان السودان، يمكن أن توفر صادرات للسودان، يمكن أن تحيل السودان لواحد من البلدان، خاصة أن هناك أسواق كثيرة جدا قريبة من السودان جغرافيا يمكن للسودان أن يصل إليها. نعم، هنا خلينا نتكلم عن أن نرجع مرة ثانية لسعر الصرف وتحسين فرق العملات الأجنبية من السوق في السوق المحلي. يمكن قبل يومين في نواف البرلمان دعوا إلى استقالة وزير المالية ومحافظ بنك السودان، هل في رأيك يمثل ذلك حل؟ والمشكلة ليست في ذهاب في تغيير الأشخاص، يعني يغير وزير المالية أو يغير محافظ بنك السودان أو يغير أي مسؤول اقتصادي. الأزمة الأساسية في السياسات الاقتصادية، أن السياسات الاقتصادية هذه لم تستطع حتى الآن أن توجد حل لما نحن نعانيه، لم تستطع أن تحسن، لم تستطع أن تسيطر على معدلات التضخم المتصاعدة في كل فترة، لم تستطع أن تحسن قيمة العملة السودانية، لم تستطيع أن تعمل شكل من قريب من التوازن في ميزاننا التجاري من خلال الصادرات والواردات. لذلك الأزمة في السياسات الكلية وليست في الأفراد، حتى لو ذهب شخص وظلت السياسات هي السياسات ستظل الأزمة كما هي. فالأزمة ليست في ذهاب الأفراد، طبعا البرلمان من حقه أن يطالب بإقالة وزير أو محافظ أو أي مسؤول تنفيذي، لكن أنا لا أعتقد أن إقالة وزير المالية أو محافظ بنك السودان هو الحل، الحل في السياسات الكلية. طيب يمكن واشنطن رفعت الحظر جزئيا عن السودان في التحويلات المالية، لماذا حتى هذه اللحظة لم تظهر يعني أي تأثيرات في أسعار النقد الأجنبي؟ والقرار تم الإعلان عنه قبل شهر تقريبا، لكن هناك إجراءات بتتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إجراءات مرتبطة، هذه الإجراءات إلى أن تنتهي وبعد ذلك يتم التعميم للبنوك المنتشرة في كل أنحاء العالم أن السودانيين كسودانيين التحويلات الشخصية مسموح بها، لأن كل البنوك في العالم في مختلف بلدان العالم هي تعلم الحظر الأمريكي على السودان، ولذلك لا تتعامل مع السودانيين لأنها تخشى أن تقع عليها عقوبات كما حدث للبنك الفرنسي قبل عام أو أكثر من عام. لذلك أن هو الأمر حتى الآن لم يتم تنفيذه بشكل أساسي، هو تم الإعلان عنه لكن لم يدخل حيز التنفيذ، لذلك لا يمكن أن ينعكس على الاقتصاد منذ أن تم الإعلان عنه إلى أن يدخل حيز التنفيذ وتبدأ التحويلات الشخصية. يعني هل تتوقع بعد دخول حيز التنفيذ لهذا القرار هل يمكن أن يشكل تأثير؟ قطعا سيكون له تأثير، قطعا سيكون له تأثير، لكن سيكون تأثير يعني لن يكون التأثير النهائي، التأثير النهائي في تحسن حالة الاقتصاد السوداني، يعني لأن إذا نظرنا إلى التحويلات هي تغدر بعض الاقتصاديين يغدروا تحويلات المغتربين السودانيين التحويلات الشخصية ب3 مليار دولار، يعني إذا قارناها هذه تكاد تساوي صادرات السودان الآن، يمكن أن تقلل الفجوة ما بين الميزان التجاري ويمكن أن يكون لديها أثر في الاقتصاد. إذا دخلت قطعا ستؤثر على قيمة العملة السودانية، قطعا ستوفر عملات صعبة في البنوك التجارية اللي يمكن أن تتعامل، ممكن أن تفتح خطابات الاعتماد للواردات ويمكن أن تسهل كثير من الأمور. طيب أستاذ عبد المنعم، دعنا ننتقل إلى صحيفة الصحافة ومنها نقرأ: النيجر تبعد 48 معدنا سودانيا. أعلنت وزارة الخارجية أن القنصلية العامة في أبشي تسلمت 48 معدنا سودانيا من السلطات التشادية
أبعدتهم النيجر من أراضيها. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قريب الله خدر إن المبعدين هم جزء من أعداد كبيرة ينشطون في التعدين داخل النيجر بطريقة غير شرعية. وأوضح أن القنصلية العامة أجرت اتصالات مع الخارجية والجهات المختصة لترتيب عودة المبعدين إلى البلاد. يمكن الآن ظاهرة المعدين السودانيين المحتجزين في دول مجاورة اتسعت. ممكن يعني نتساءل متى تنتهي هذه الظاهرة؟ هي هذه الظاهرة هي مظهر لما يعانيه الشخص السوداني في البحث عن فرص عمل، في البحث في المغامرة، وتعزين عشوائي. هذه مغامرة، الآن هو يعبر الحدود، يعني الذي يصل إلى النيجر عبر حدود إلى كاد، ثم عبر الحدود إلى النيجر، ثم موجود في مناطق نائية. المنطقة أصلا حتى هناك الأمان فيها فيه مشكلات، والمغامرة في أنه يعمل في التعدين التقليدي، يدخل إلى داخل الأرض بوسائل تقليدية. هو يعكس الحالة التي يعانيها المواطنين السودانيين في أنهم يريدوا أن يبحثوا عن مصدر رزق بأي شكل من الأشكال. وما حدث في النيجر من إبعاد 48 شخص هو الأمر ليس جديد، تكرر عدة مرات بأن النيجر أبعدت عدد من الناس، وتم تسلمهم عبر سفارتنا في كاد، وتم ترحيلهم إلى داخل. فالأمر ليس جديد، وبل قبل فترة ليست بعيدة أن هناك مجموعة من المعدنين من النيجر دخلوا إلى دولة الجزائر واحتجزتهم الجزائر لفترة، وبعد ذلك الجزائر أطلقت سراحهم باتفاق مع الحكومة يعني السودانية. ممكن نقول أنه الحاجة دي مرتبطة عشان الحدود الممتدة مع دول الجوار؟ طبعا نحن لدينا حدود ممتدة ومفتوحة، والتكوين الإثني للسوداني في بعض المناطق الحدودية متشابه ومترابط مع مجموعات موجودة في الدول الأخرى. لذلك هذا التحرك، الشخص عندما يتحرك مثلا من السودان إلى أي منطقة مثلا في غرب أفريقيا أو حتى في أي منطقة أخرى، يتحرك في محيطه الاجتماعي والثقافي، ليس هناك مشكلة بتاعت لغة، ليس هناك مشكلة بتاعت التواصل، أن هذه هي حاضنته الثقافية والاجتماعية. والأرض منبسطة والحدود مفتوحة، والحدود الممتدة لهذه الدول غير مسيطر على سيطرة كاملة، في أن هناك ليست هناك مناطق محددة للدخول والخروج، بل الأرض منبسطة، يستطيع أن شخصا يدخل في أي مكان. فهذا هو واحد من الأسباب التي تشجع على السفر إلى مثل هذه البلدان بحثا عن الذهب وبحثا عن مصدر. طيب نحن لو عايزين نتكلم عن الإجراءات ممكن أن نقول السريعة للحد من هذه الظاهرة، ما عايزين نتكلم بصورة كبيرة اللي هو يعني أصلا ظاهرة زي دي هي تعني البحث عن وظيفة، عدم وجود وظائف أو عدم وجود عمل داخل السودان مثلا. ما هي الإجراءات السريعة التي يمكن أن تتخذ للحد من هذه الظاهرة؟ السودان بالتعاون مع الدول المجاورة له، الدول التي لديها حدود معه، يمكن أن تتم إجراءات لضبط الحدود. يعني نحن ضبط الحدود عبر قوات مشتركة، عبر مراقبة مشتركة، عبر وسائل مراقبة حديثة، تستطيع أن تراقب الحدود. على الرغم من أن هذا الأمر يعني يحتاج لإمكانات ضخمة جدا، باعتبار أن حدود السودان حدود شاسعة وفيها غالبة ليست هناك حواجز جغرافية، ليست هناك جبال، ليست هناك أنهار، عبارة عن أرض منبسطة. الإجراءات البسيطة في أن تتم إجراءات مشتركة ما بين السودان والدول المجاورة في مراقبة الحدود، في وضع وسائل تقنية تستطيع أن تراقب حركة الناس عبر الحدود. بعدك ممكن نرجع نقول أنه السبب الرئيسي اللي هو زي ما قلت في البداية الأزمة الوضع الاقتصادي. نعم، وضع الاقتصادي في السودان. طيب سعد المنعم، خلينا نطلع لفاصل قصير ونرجع مرة ثانية لتحليل بقية المواضيع. أهلا بكم من جديد إلى صحيفة السوداني، ومنها نقرأ: سمية أكد زيادة ميزانية الصحة إلى 15% العام القادم. أعلنت وزيرة الدولة بالصحة سمية أكد زيادة ميزانية الصحة من 2 إلى 9% هذا العام، وتوقعت أن ترتفع إلى نسبة 15% من ميزانية الدولة في العام القادم. واعتبرت الوزيرة أن إضراب الأطباء الأخير خالف القسم الذي أدوه بأن يعملوا ويؤدوا واجبهم في كل الظروف، واستبعدت إعادة تشغيل مستشفى الخرطوم، وأشارت إلى أن قرار أيلولة المستشفيات لولاية الخرطوم لم يتسبب في خلل بالنظام الصحي. طيب زيادة ميزانية الصحة العام القادم، هل تتوقع أن تنعكس هذه الزيادة في تحسين الخدمات الصحية؟ أولا الأمر أن هذه تظل مقترحات،
أن هي مقترحات من قبل وزارة الصحة في ميزانية المقترحة لوزارة المالية. يظل الأمر في حيز المقترحات إلى أن تجاز الميزانية بشكلها النهائي من البرلمان وتصبح قانونا. حتى لو نظرنا لنسبة 15% في ظل الوضع الصحي للسودان والظروف الموجودة ووضع الأسر السودانية تظل نسبة دون الطموح، لكن هي إذا حدثت ستكون تطورا كبيرا في أن النسبة ترتفع من 9% إلى 15%، يعني هي ارتفعت بقرابة 100%، قرابة 100%، فهذا تطور إيجابي. لكن حتى الآن هي في تظل في حالة المقترحات إلى أن تجاز الميزانية من البرلمان وتصبح قانونا نهائيا، وتخصص هذه النسبة للوزارة للصحة، يصبح الأمر يمكن أن يكون يعني على لديه أثر ملموس. لكن الآن هي بشريات من خلال مقترحات تقدمها وزارة الصحة في إطار ميزانية، مقترحات ميزانية العام 2017. طيب خلينا نتكلم عن إضراب الأطباء الأخير، يمكن كثر الجدل والحديث حول أخلاقية الأطباء. هل في رأيك وعلى حسب حديث سمية أكد الوزيرة بأن إضراب الأطباء فعلا خالف القسم؟ لو نظرنا لما صدر من الدكتورة سمية أكد وزير الدولة بالصحة والقرارات التي أصدرها وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة بالأمس، والبيان الذي أصدرته اللجنة المركزية للأطباء في أن رفضها للقرارات التي أصدرها لوزير الصحة بحر إدريس أبو قردة، يعكس أن الوزارة الصحة والأطباء لم يغادروا محطة الأزمة حتى الآن. الواضح أن رغم أن الاتفاق تم على أعلى مستوى من في الحكومة، أن نائب الرئيس هو الذي جلس مع اللجنة المركزية للأطباء، وأن هو الذي التزم باتفاق محدد من الأطباء في 13 بندا، لكن واضح أن الشد والجذب ما بين وزارة الصحة والأطباء ما زال موجودا. مخالفة القسم، قسم الأطباء المعروف بالقسم أبو قراط، لو نظرنا للمطالب التي كان يتحدث عنها الأطباء فأنهم هم يطالبوا بتحسين البيئة المستشفيات. هل إذا طالبت بتحسين بيئة المستشفيات أنا خالفت القسم؟ هل أنني مطلوب مني أن أعمل؟ هم طالبوا بتحسين بيئة المستشفيات لكن أضربوا أو توقفوا عن العمل. هم على حسب هم ما ورد منهم أنهم هم ظلوا يرفعوا مذكرات في طالبين في تحسين البيئة. هم ظلوا موجودين في المستشفيات أنهم أضربوا عن ما سموه بالحالات الباردة، لكن الطوارئ الحالات الطارئة هم يتعاملوا معها. لكن التصريح عموما يعكس بأن حالة عدم الثقة ما زالت موجودة، ويعكس أن الأزمة قد تعود في أي وقت. أننا قد نعود لمربع الأزمة، نعود لمربع الإضراب مرة أخرى بخلال التضارب ما بين وزارة الصحة ولجنة الأطباء. هناك أيضا حديث لوزيرة الدولة سمية أكد تحدثت عن رفع الحظر عن أجهزة السرطان، أنه ده مجرد كلام، هل هو فعلا كذلك؟ طبعا أصلا قرار رفع الحظر عن الأجهزة والمعدات الطبية صدر قبل أكثر من عام. لا أخو، هو يتحدث خصوصا عن أجهزة علاج السرطان، ما يضمن ضمن أجهزة علاج السرطان. يعني حتى عندما تم تجديد الحديث في الإعلام عن أنه صدر تصريح من مدير مستشفى الزرة في أن هذا الأمر ليس جديد، فواضح يعني المتابع لحالة المصابين بأمراض السرطان والذين يتعالجون من السرطان في المستشفيات، سواء كان في مستشفى خرطوم أو في مستشفى مدني، يلحظ في أن يعني مشكلة المعدات والأجهزة مشكلة حقيقية يعاني منها المرضى. فقضية رفع الحظر عن، وخاصة أن أجهزة علاج السرطان بعضها لا يمكن إلا أن تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أن ما زال الأمر في طور النوايا، لم يصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل. إذا وصل لمرحلة التنفيذ الكامل كان سينعكس، لأن القرار صدر قبل أكثر من عام عن أن المعدات والأجهزة الطبية وقطعا من ضمن أجهزة السرطان لا يشمل الحظر الأمريكي، لكن ما يبدو أن الأمر ما زال. هذا يعيدنا إلى الحديث في البداية أن القرارات التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية هناك إجراءات إدارية طويلة، وهناك مؤسسات لا بد أن توافق عليها، ثم بعد ذلك تصل إلى مرحلة التنفيذ. نعم. طيب هل تتوافق مع حديث الوزيرة بشأن دفاعها عن أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم؟
قطعا هذه وجهة نظر، لكن هناك وجهة نظر أخرى تتحدث عن أن هذه المستشفيات هي مستشفيات مرجعية، هي مستشفيات يجب أن تكون تابعة لوزارة الصحة الاتحادية، باعتبار أن كل الناس الموجودين في مختلف ولايات السودان يجب أن يستفيدوا منها. هي الآن المستشفيات الكبيرة أو التعليمية الآن تتبع إلى ولاية الخرطوم، داخل ولاية الخرطوم تتبع لولاية الخرطوم، لكن طيب تتبع لولاية الخرطوم. وطبعا دي هذه فلسفة في إدارة العمل الصحي كان حديث عن أن وحتى المستشفيات الكبيرة الفلسفة مشت ذهبت عندما قالت لولاية الخرطوم ذهبت أكثر من ذلك، في أنها تريد أن تفكك المستشفيات الكبيرة، في أنها تريد كما تقول أن تنقل الخدمات الصحية للناس في أماكن وجودهم. لكن في كل بلاد الدنيا، في كل بلاد الدنيا هناك مستشفيات رئيسية مرجعية، هي المستشفيات الأساسية التي تسحب لها الحالات الرئيسية المطلوب أن تسحب للمستشفيات المتخصصة. لكن وزارة الصحة الاتحادية، وزارة الصحة الولاية لديها فلسفة في هذا الأمر، الذي يمكن أن يفتي في هذا الأمر أن هذا الأمر ليس هو الصحفي والمحلل السياسي، لكن يمكن أن يفتي فيه الطبيب المختص لأنه لأنه هو إحنا غدا مع الحديث الكثير في مشكلة أضراب الأطباء والحلقات التي امتدت غايته في مانشيتات السودانية. لازم نستضيف لنا اليوم أو نستضيف لنا في يوم من الأيام عدد من الأطباء أو من يمثل الأطباء الحديث عن هذه الظاهرة. إذن فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود لكم لنتواصل في فقرة التحليل، يبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والآن إلى صحيفة الجريدة ومنها نقرأ اتحاد المهندسين 10,000 مهندس زراعي عاطل عن العمل. كشف اتحاد المهندسين الزراعيين عن وجود عدد 10,000 مهندس زراعي عاطل عن العمل في السودان بسبب أن الدولة لم تستطع أن تستوعبه، مؤكدا أنه ليس هنالك مخرج للسودان غير الزراعة المتقدمة والحديثة، لجهة أن الزراعة الحالية لا زالت تقليدية وغير متطورة أو منتجة وذات تكلفة عالية، فضلا عن إنتاجيتها الضعيفة التي لا يمكن أن تعين السودان في القضايا الاقتصادية. وقال الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين حسن إبراهيم الحسن في تصريح للجريدة أمس إن هناك عدد من المشكلات المعلقة لفترات طويلة وانهمك الاتحاد خلال الفترة الماضية في حلها. 10,000 مهندس زراعي عاطل عن العمل في بلد زراعي، كيف يستقيم ذلك أستاذ؟ وهذا يعكس ما ذكرناه في بداية الحلقة في أن هناك مشكلة رئيسية في التخطيط الاقتصادي، في أن التخطيط الاقتصادي لا ينظر إلى الميزات التفضيلية المتوفرة للبلاد. بلد بإمكانات المتوفرة للطبيعة التي حبابها الله سبحانه وتعالى، فيها من أراضي صالحة للزراعة ملايين الأفدنة، من ثروة حيوانية متوفرة بملايين الرؤوس، إلى مياه متوفرة سواء كان من الأمطار أو المياه الجوفية أو مياه الأنهار، إلى مناخ يساعد على إنبات كثير من المحاصيل. لكن رغم ذلك نجد أن المختصين في مجال الزراعة يعانون من العطالة، أنه ليس هناك فرص لاستيعاب سواء كان من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما أن الأمر الحديث الذي ذكره أمين عام المهندسين الزراعيين حول أن ضعف الإنتاج، هذه واحدة من الأزمات الرئيسية التي يعاني منها القطاع الزراعي في السودان، في أن إنتاجية الفدان لا تتناسب، غير منافسة، في أن إنتاج الفدان في الدول، إذا نظرنا للدول التي تستخدم التقانات وتستخدم الأساليب الحديثة، الفدان ينتج أضعاف الفدان الذي ينتج الفدان السوداني. طب كيف الطريق أنه السودان يستخدم التقنيات الحديثة ويستخدم الآليات الحديثة لتطوير الزراعة؟ يعني حيكون ضرب زي ما يقولوا عصفورين بحجر، إنتاج أو زيادة إنتاج مساحة الفدان والإنتاج والإنتاجية، وأيضا توفير العمل للمهندسين الزراعيين. اولا المخطط للسياسات الاقتصاديه او مخطط لسياسات البلد عليه اولا الاقتناع في ان حل هذه البلد والميزه التفضيليه التي حبابها الله والتي يمكن ان تجعلها بلدا منافسا اقتصاديا هي في مجال الزراعه بمعنى الواسع، سواء كان الزراعه او الثروه الحيوانيه، وان اذا تم الرمي بالثقل في هذا القطاع يمكن ان يصبح القطاع هذا قطاع جاذبا، ويمكن استيراد التقانات عبر الاستفاده من الاتفاقيات مع الدول، عبر جذب الاستثمارات التي يمكن ان تاتي ب تقانات متقدمة يمكن التي تتيح فرص العمالة سواء كان لمهندسين زراعيين أو لعمالة تقليدية حتى. لذلك لا بد أن يصبح هذا القطاع هو القطاع الرئيسي الذي يتم التركيز عليه بشكل رئيسي.
هذا هو الحل لأزمة، لأن هذه ما يسميها المخططين الاقتصاديين هذه الثروات المتجددة، لأن أي ثروات عن معادن أو بترول هي تسمى ثروات ناضبة، لأنها هي تأخذ فترة من الزمن ولا يحدث لها تجدد وتنتهي، لكن هذه ثروات متجددة، الثروة المرتبطة بالموارد الطبيعية. لذلك لا بد من يتم التركيز في تخطيط السياسات حول هذا القطاع، القطاع الزراعي، وجذب وإنشاء مراكز البحوث والدراسات التي يمكن تستخدم كيفية استخدام التغانة في تطوير الإنتاج وزيادة الإنتاج للمساحات المحددة. لذلك هذا هو الحل، وهذا الحديث ليس أي اقتصادي مرتبط بالسودان وعنده علاقة بالسودان يقول لك أن الوصفة السحرية لحل الاقتصاد السوداني في القطاع الزراعي. طيب ممكن نقول أنه الحظر الاقتصادي على السودان برضو شكل عائق في استخدام التقنيات الحديثة الزراعية؟ قطعا الحظر الاقتصادي أثر على مختلف قطاعات القطاعات السودانية، سواء كان قطاعات خدمية أو قطاعات منتجة. طبعا حرموا من مجموعة من التقانات، الأمر غير أنه لا تستطيع أن تستورد تقانات محددة من الولايات المتحدة الأمريكية، حتى البلدان التي يمكن أن تستورد منها تقانات، مشكلة تحويل الأموال عبر البنوك بسبب الحظر هذه واحدة من الأزمات التي تجعل أن المعدات حتى لو جاءت من دولة تذهب عبر دولة أخرى أو عبر وسيط ويرتفع سعرها للغاية. لذلك الحظر الاقتصادي واحدة من القطاعات التي أثر عليها، وقطعا هو القطاع الزراعي. نتمنى أنه تعود السودان سلة غذاء العالم بإذن الله تعالى، يعني وخصوصا يزيد الاهتمام بالمجال الزراعي من قبل الدولة. أكيد نتمنى أن السودان أولا يعني يكتفي من غذائه، ثم يصدر للإقليم ما حوله، والإقليم ما حوله سوق كبير جدا لمجال الغذاء، سواء كان في البلدان الخليج العربي أو البلدان الأفريقية المجاورة للسودان، يمكن أن تتيح للسودان أن يتطور بشكل كبير جدا في المستوى الاقتصادي إذا تم التركيز على المجال الزراعي والقطاع الزراعي. أستاذ عبد المنعم أبو دريس، أنا شاكر لك كثير جدا اليوم وجودك معنا في مانشيت السودانية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل ننتقل بكم مباشرة إلى فقرة محرر اليوم، والتي زار فيها فريق مانشيت السودانية صحيفة السوداني على إثر عنوان مثير بالصفحة 7، يقول: يضعنا مواليدهن على الأرصفة، تفاصيل يوم داخل مملكة الفتيات المتشردات. وفي تفاصيل كشفتها لنا شيراز سيف الدين، دعونا نشاهد هذا التقرير سويا. عملت خطاب لوزارة الرعاية الاجتماعية وديته لهم، فطبعا الخطاب أخذ مني حكاية بتاعت 10 أيام حتى أنا قدرت أخذت منهم إذن عشان أمشي بيوفه. كانت معاناة بالنسبة لي، وكان عندي إصرار إن أنا لازم أعمل الشغل ده، وما عايز أعمله من زاوية تانية، إن أنا أمشي مثلا أشوف مشردين في الشارع أو حاجة زي دي، أنا عايزة أمشي لهم في مكان هم قاعدين فيه عشان أنا أخذ راحتي وهم بياخذوا راحتهم. في الشارع ممكن أحيانا بينفروا منك، ما بيخلوك تقرب منهم. فلما أخذت الإذن منهم ومشيت دار بشاير بأم درمان، يعني أول ما تدخل المكان يعني ما بيديك إحساس إنه المكان ده ممكن يكونوا فيه مثلا مكان بنات أو حاجة زي دي، يعني مكان مهجور مهجور، يعني بتشوف بيت واحدة واحدة واقفين كده. لما قابلت المديرة واتكلمت معاها ودردشنا أول حاجة عن التشرد والأسباب اللي بتخلي الفتيات تتشرد شنو، المديرة رجعت لنا الحاجة دي، التشرد بتاع الفتيات، الحروب، التفكك الأسري، قياب الوالدين يعني في الأسر، يعني مثلا في بنات واحدة بتقوم في حياتها إنه بتكون أمها وأبوها متوفيين، فبتكون عايشة مع حبوبتها. طبعا الحبوبة ما بتكون زي الأم والأبو، فبتكون ما قادرة مثلا على البيت. ف
فالبنات بتشردوا من حته زي دي او تكون مثلا هم ابوها منفصلين، تكون عايشه مع ابوها متزوج، تحس انه هي ما قادره تعيش مع زوجة ابوها او انها بتعاملها معامله كي تمشي لامها، امها متزوجه ما قادره تعيش مع زوج امها كده. يعني دي الاسباب هي اللي ارجعت لهم. او ممكن اغلب البنات اللي هي معاها هم كانوا يعني هم عندهم حاجه اسمها يردوك مثلا لاسرتك لما شمل اسمها، بيقوموا بدوك استماره انت تمليها. طبعا الاستمارات دي هم المتشردين ممكن بعد 11 12 استماره حتى تطلع بمعلومات صحيحه عن حياتهم، لانه الآن ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية والإقليمية، ونبدأها من صحيفة ذا ديلي ميل البريطانية، ومنها نقرأ: الرئيس اليمني يعلن استعداده لهدنة لمدة 72 ساعة. قال وزير الخارجية اليمني يوم الاثنين إن الرئيس عبد الرب منصور هادي وافق على إيقاف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، ويمكن تمديدها، وذلك بعد دعوات دولية للهدنة. ويأتي هذا الإعلام بعد أن حثت الولايات المتحدة وبريطانيا ومبعوث السلام للأمم المتحدة إلى اليمن يوم الأحد الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية على إعلان إيقاف لإطلاق النار، وقالت إنه يمكن أن يبدأ في غضون أيام. وأكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي على تويتر أن الرئيس وافق على هدنة لـ 72 ساعة يمكن تمديدها إذا التزم الطرف الآخر بإيقاف إطلاق النار على حد تعبيره. وصرح وزير الخارجية السعودي عادل جبير بأن المملكة تساند إيقاف إطلاق النار في اليمن ودون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد يوم الأحد: نحن هنا لندعو إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية الذي سيعلن عنه في الساعات المقبلة القليلة. إلى صحيفة The Guardian، ومنها نقرأ: استئناف مفاوضات سرية بين الحكومة الأفغانية وطالبان بقطر. يستأنف ممثلون للحكومة الأفغانية وطالبان مفاوضات سرية في قطر، وعلمت الجارديان ذلك من مصادر من وفدي المفاوضات. وقد حضر الاجتماعات التي جرت في سبتمبر وأكتوبر الملا عبد المنان شقيق الملا عمر الزعيم السابق لطالبان، وتعتبر الجولتان أول مفاوضات من نوعها منذ انهيار العملية التي كانت تتوسط فيها باكستان إثر مقتل الملا أختر الذي خلف الملا عمر في قيادة الحركة بهجوم من قبل طائرة أمريكية دون طيار. ويتوقع وصول محمد يعقوب ابن الملا عمر للانضمام لمجموعة طالبان في الدوحة، ما يعتبر دعما للسلطة المجموعة التي تمثل مكتبا للجماعة سمحت قطر بإنشائه في العام 2013. إلى نيوزيلندا هيرلد، ومنها نقرأ: إطلاق سراح عضو سابق بتنظيم القاعدة بعد 14 عاما من الاعتقال. أطلق سراح عضو سابق لتنظيم القاعدة قد اشتهر مع نشر مذكراته عن الحياة في مركز الاعتقال الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا أمس الاثنين، وعاد إلى وطنه موريتانيا بعدما يقرب من 14 عاما من الاعتقال. ووصل محمد ولد صلاحي في نواكشوت العاصمة على متن طائرة عسكرية أمريكية، وقالت السلطات إنه سيتحدث مع شرطة مكافحة الإرهاب قبل أن يتوجه إلى منزله. وتم احتجاز الموريتاني دون أي اتهامات منذ العام 2002. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية نقله الاثنين. ووجد ولد صلاحي شهرة عالمية لكتابه الذي وصف أسره بما في ذلك الاستجواب القاسي في غوانتانامو وغيره من المواقع. أصبح الكتاب من الكتب الأكثر مبيعا دوليا بعد نشره في يناير من العام 2015، وأدى إلى حملة دولية من قبل جماعات حقوق الإنسان التي دعت إلى الإفراج عنه وإغلاق معتقل غوانتانامو. الآن إلى الصحافة الفرنسية، ومن لو فيغارو نقرأ: تظاهرة للشرطة الفرنسية تعطل حركة المرور. عطلت عشرات العربات التابعة للشرطة حركة المرور في شارع شانزليزيه في باريس ليلة الاثنين في تظاهرة ليلية للتعبير عن عدم رضائهم واستيائهم بعد 10 أيام من الهجوم الذي تعرضت له الشرطة في فيري شاتيون. وقد طاف رجال الشرطة بسياراتهم الرسمية حول قوس النهر وكذلك في محيط الشارع الأشهر في العالم لمدة ساعة قبل أن يتفرقوا. واتجهت التظاهرة نحو مستشفى يركض فيه أحد أفراد الأمن بعد تعرضه لحريق بالوجه وإحدى اليدين بقنبلة مولوتوف في الهجوم المشار إليه. الآن إلى ذا ديلي ستار البريطانية، ومنها نقرأ: الأمم المتحدة تتوقع نزوحا كبيرا من الموصل.
صرح مسؤول كبير في الأمم المتحدة الاثنين نقلا عن الجيش العراقي أن أعدادا كبيرة من الناس قد تبدأ بالفرار من القتال في منطقة الموصل في أقل من أسبوع. وأعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق عمليات لاستعادة السيطرة على الموصل أمس الاثنين، وحذرت الأمم المتحدة من أن العملية قد تشعل أزمة إنسانية تؤدي إلى تشريد ما يصل إلى 1,000,000 شخص. وقالت ليز جراندي منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق للصحفيين في إشارة إلى النزوح الناجم عن هذه العملية إن الأعداد قليلة في الوقت الراهن، ولكنهم يتوقعون بناء على ما قد أطلعهم الجيش عليه بداية رؤية تحركات كبيرة للسكان من المحتمل أن تكون في حدود 5 إلى 6 أيام. الآن إلى الصحافة الإقليمية، ومن ذا إيست أفريكان الكينية نقرأ: إثيوبيا تحد من حركة الدبلوماسيين والإعلام. منعت الحكومة الإثيوبية وسائل الإعلام المعارضة الموجودة في الخارج ووضعت قيودا على حركة الدبلوماسيين الأجانب في أحكام جديدة تحت حالة الطوارئ. وتشمل القيود الجديدة التي نشرت على وسائل الإعلام المحلية يوم الأحد أيضا منطقة حمراء تتسع ل50 كيلومترا متاخبة لحدود البلاد التي يمنع فيها حمل الأسلحة النارية. كما تم الإعلان عن مناطق حمراء حول العديد من الطرق الرئيسة، ويحظر على الدبلوماسيين الأجانب السفر أكثر من 40 كيلومترا خارج العاصمة أديس أبابا لأمنهم حسب قول الحكومة. وتشمل التدابير حظر التجول من 6 صباحا إلى 6 مساء حول المصانع والمزارع والمؤسسات الحكومية والتي تعرضت لهجوم من المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة. ومنعت الأحزاب السياسية أيضا من إعطاء تصريحات صحفية تحرض على العنف، وحظر رجال الدين عن الإدلاء بتصريحات سياسية أيضا، وحظرت قوات الأمن من الذهاب في عطلة أو الاستقالة من الوظائف. التدابير أيضا جعلت مشاهدة محطات التلفزيون التي أقيمت بالخارج مثل شبكة أوروميا الإعلامية التي مقرها بالولايات المتحدة غير قانونية. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من ماشيتات سودانية. وفي الختام كما عودناكم نترككم مع الرسومات الكاركترية لهذا اليوم والتي اخترناها لكم من الصحف المحلية والعالمية والإقليمية. ننتظركم وانتظرونا أنتم أيضا غدا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من ماشيتات سودانية.